السلام عليكم. من بعد ان شاء الله شنو هي الاسباب حتى في الورقه ديال التقرير بان يعني الفحص من بعد التشريح يعطيونا النتائج ديال يعني سبب ديال الوفاه. وحنا ما كنديروا حتى احتمال زعما كيقول للناس يعني لا تسمم ولا غاز ولا شي حاجه حتى يعطيونا هما ان شاء الله. راه مسكين النفسيه ديالو راه متضوره وهادشي راه يعني ماشي ساهل ونزل علينا بواحد الشكل مفاجئ. يعني حنا كنا في واحد الحاله ديال الفرح فصبحنا في حاله ديال القرح وهذا راه ماشي صعيب على اي انسان. ان الزوج تنقل للكلينيك والسيده بقات في المستوصف ديال الحومه ما عرفناش. لا ما كاين حتى شي هاد الهضره كلها ما كاين منها حتى شي حاجه. هاد الهضره كلها كلام على عوايني كيجيبوا اخبار ما عندها حتى شي اساس من الصحه فهمتيني. اللهم ارحمنا واياها رحمه تغنينا بها عن رحمه من سواك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.